طيب الله أوقاتكم أحبتي متابعي الشرقية نيوز ومتابعي الشوط الثالث، أحييكم أحلى تحية ونتواصل معكم في هذه الحلقة التي تبث لحضراتكم عبر الشرقية نيوز وعلى الهواء مباشرة. نأخذكم كالمعتاد للتعرف على أهم القضايا والمستجدات الرياضية التي دائما نحرص كل الحرص على أن نضعها أمامكم، نناقشها ونجد لها الحلول. اليوم في جعبة الشوط الثالث الكثير من القضايا الرياضية، تابعونا بعد أهم عناوين قضايانا. الاتحاد العراقي لألعاب القوى ينظم سباق ماراثون بغداد المحبة والسلام نهاية الشهر الحالي، وفلسطين وسوريا واليمن يعلنون مشاركتهم فيه. اتحاد الكرة العراقي يواصل تخبطاته ويقع في خطأ إداري كبير يمنع مدرب اللياقة الإسباني غونزالو من الجلوس على دكة البدلاء مع المنتخب الأولمبي في التصفيات الأولمبية. وفريق شباب النفط يحصل على لقب دوري الشباب بعد رحلة دامت عام ونصف إثر فوزه في المباراة الختامية على شباب الزوراء بأربعة أهداف لهدف. إذن هذه كانت أهم عناوين قضايانا ومتابعاتنا، نبدأ من التفاصيل. إذ أعلن وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحفي أن وزارته عازمة على أن تقيم انتخابات الأندية الرياضية في شهر آذار ولا تغيير لمواعيدها. بعد أن اجتمع وزير الشباب والرياضة بالأندية المعترضة وقرر أنه لا تراجع عن موعد إقامة انتخابات الأندية في شهر آذار المقبل، مؤكدا عبطان أن الوزارة لا تملك عرشا لتتعامل مع الأندية بكبرياء، بل إنها أب للجميع وترعى الحقوق وهذا واجبها، منتقدا اتخاذ البعض من رؤساء الأندية المعترضة لوسائل الإعلام والقنوات الفضائية منبرا لتسقيط الآخر والتقليل من إنجازاته المتحققة. وأكد عبطان أن وزارته ماضية بإقامة انتخابات الأندية في موعدها المحدد خلال آذار المقبل، وقال: نحن بحاجة للحوارات والنقاش من أجل الوصول إلى حلول ناجعة وليست ترقيعية، إذ أن العديد من الأندية ومنها المعترضة استجابت لدعوتنا والكل متفق على الوصول للتوافق، ومنحناهم وقتا لإكمال وجهات نظرهم للقاء بهم من جديد الأسبوع المقبل للوصول معهم إلى حل مرضي، ونطالبهم بالابتعاد عن التشنج، ونحن كوزارة لدينا استراتيجية مسؤولة عن كل المؤسسات الرياضية التي لن نتخلى فيها عن هذه الأندية. أكيد إحنا نبحث عن الشفافية ونبحث عن الحلول الجذرية لا الحلول الترقيعية، لأنه الحلول الجذرية تأتي من خلال الاتفاق ومن خلال الانسجام وأيضا من خلال استقطاب الكفاءات والأكاديميين والمهنيين، وبالتالي الكثيرين من رؤساء الأندية أخذوا فرصتهم الكافية بغض النظر عن نجاحهم إخفاقهم. أكيد الحكم للجمهور، لكن علينا الآن أن نمتثل إلى القرارات الجديدة وبنود الاتفاقيات الجديدة وبنود قانون الانتخابات الذي يمنع لأصحاب الولايتين من الترشح لولاية ثالثة ورابعة، وبالتأكيد إفساح المجال للأكاديميين للشخصيات الرياضية، وأيضا الاعتماد على المؤهل الجامعي. أكيد المؤهل الجامعي يلعب دور في تنمية العقول، خاصة العقول الإدارية، إذا كان يمتلك خلفية ثقافية دراسية أكيد راح يقدر يتعامل مع الإدارة وفنونها، وأكيد يصل بما نحن نطمح إليه لتحقيق إنجازات الكل يبحث عنها. الرياضة عانت معانته، نعم عانت معانته، بدليل أكو أندية جماهيرية أخفقت، أندية جماهيرية لم تحقق، إداراتها فشلت، وبعدين يجوز الظروف ما خدمت هؤلاء، فعليهم أن يبتعدوا ويعطوا المجال للغير، لأنه هي مو وراثة، دورتين كلش كافية، وأكو أكثرهم صار له تقريبا 8 سنوات وعشر سنوات. فأكيد نتمنى أن تصل الحلول والاتفاقات إلى بر الأمان، لأنه كفانا تقاطعات، كفانا تجاذبات، لأن الوضع ما يتحمل بعد. فأكيد إحنا راح نكون بإذنه تعالى معكم أولا بأول في تغطية لانتخابات الأندية اللي راح تقام
خلال شهر آذار، واللي نتمنى من خلالها أن تستقطب هذه الانتخابات الكثير من الوجوه الرياضية الأكاديمية، نجوم الرياضة، هذه الأسماء الكثيرة اللي رحبت بالتعديلات الجديدة، وبالتالي راح يعطى لها ضوء أخضر للدخول إلى معترك الإداريات. أيضا اتحاد ألعاب القوى العراقي أعلن هذا اليوم أنه سينظم سباق ماراثون بغداد نهاية الشهر الحالي تحت عنوان ماراثون بغداد المحبة بغداد السلام. الحقيقة وجهوا الدعوة إلى مشاركة عربية وأوروبية واسعة. المنسق الإعلامي لاتحاد ألعاب القوى ميثم الحسني تحدث للشوط الثالث وقال أن الاتحاد العراقي سينظم في 29 من الشهر الحالي ماراثون بغداد الدولي بمشاركة واسعة من الدول العربية والأوروبية. وبعث الاتحاد برسائل إلى جميع دول العالم ليشاركوا في الكرنفال الرياضي الذي يعد هو الأول من نوعه في بغداد، والهدف منه هو أن بغداد تنعم بالأمان والسلام، وأن جميع الطوائف تعيش تحت مظلة واحدة ومتماسكة يدا بيد من أجل محاربة الإرهاب. الحسني أضاف أن الاتحاد أكمل جميع الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالفعالية اللي سترعاها وزارة الشباب واللجنة الأولمبية، منوها بأن الوفود المشاركة ستصل إلى بغداد بالتتابع في 26 من الشهر الحالي. وأضاف أن اتحاد ألعاب القوى سيكون من ضمن الحملة التي أطلقت من أجل رفع الحظر المفروض على الرياضة العراقية. كل الموفقية لكل الخيرين الذين يعملون بإخلاص لخدمة الرياضة العراقية. أكيد بغداد المحبة، بغداد السلام، بغداد الأمن والأمان، اللي إحنا نتمنى أن تنعم جميع محافظاتنا العزيزة بنعمة الأمن والأمان اللي افتقدناها. جميل أن تتواجد فرق أوروبية، متسابقين عرب، أشقاء، أصدقاء في بغداد المحبة، بغداد السلام. وبالتأكيد يمكن هذا ضوء أخضر إلى باقي الألعاب، ويمكن رسالة إذا نجح اتحاد ألعاب القوى، اللي نتمنى له أكيد النجاح والموفقية باحتضان هذه الفعالية، هذا الكرنفال، هو رسالة إلى كل الاتحادات الرياضية الدولية ومنها فيفا الذي يصر على عدم احتضان أي مباراة على ملاعب العراق في كل محافظاتنا، بعد أن كان يسمح لنا باللعب في كردستان العراق، لكنه الآن رفض رفضا قاطعا أن يلعب العراق ولا مباراة سواء على المستوى الدولي أو على مستوى المشاركات الآسيوية بالنسبة للأندية، أن نلعب في محافظاتنا وفي كردستان العراق. نتمنى أن تتكلل جميع الجهود التي تسعى لخدمة العراق الموفقية إلها، أكيد الموفقية إلها، ولازم الإعلام يكون الداعم الحقيقي لهذه التغطية. يا رب الخير والسلام إن شاء الله. مشاهدين الأحبة، منتخبنا الأولمبي اللي خاض معسكر تدريبي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ختم معسكره بلقاء أمام الفريق السعودي والذي تغلب فيه بثلاثة أهداف دون رد. هذه هي المباراة الثالثة كانت ضمن معسكر الفريق العراقي في دبي، وبالتالي الفريق انطلق إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في التصفيات الأولمبية. أهداف منتخبنا الأولمبي سجلها على التوالي أيمن حسين هدفين وأمجد عطوان الهدف الثالث في الشوط الثاني، بينما أضاع المدافع مصطفى ناظم ضربة جزاء. ومنتخبنا غادر على بركة الله إلى العاصمة القطرية الدوحة الخميس للدخول في التحضيرات النهائية قبل المواجهة التي ستكون أمام اليمن الأربعاء المقبل، تعقبها مباراة كوريا الجنوبية ثم أوزبكستان ضمن مجموعة الفريق العراقي الأولمبي لخطف بطاقة التأهل للأولمبياد المقبل.
الموفقية والنجاح لمنتخبنا الأولمبي أكيد ثلاث مباريات تكللت بجهود اللاعبين بالكادر التدريبي بالفوز على الصين وعلى السعودية وعلى كوريا الشمالية. نتمنى أن تتكلل هذه المباريات بالنجاح في التصفيات، لا سيما أن الفريق اليمني هو من الفرق العنيدة، وأكيد الفريق اليمني راح يستعين بلاعبين جدد محترفين لتدعيم صفوف الفريق اللي راح يلعب مباراة الأولى أمام منتخبنا الأولمبي. نطالب فريقنا العراقي الأولمبي أن يخطف بطاقة التأهل. مشاهدينا الأحبة، دائما ما نتحدث عن الجهل الإداري، ودائما ما نتحدث عن الأخطاء الإدارية اللي ترتكبها كل الاتحادات. أكيد إحنا انتقادنا بناء، لكن عندما تتكرر الأخطاء الإدارية واللي تكلفنا ثمن باهظ، إذن الخلل بالمنظومة. يعني أكو أخطاء تصير ولكن أخطاء غير مقصودة، لكن الخطأ اللي ارتكبه اتحاد الكرة العراقي إداريا خطأ لا يغتفر. إذ أكد مصدر في بعثة الأولمبي العراقي في دبي أن مدرب اللياقة البدنية الإسباني غونزالو لن يستطيع الجلوس على دكة بدلاء المنتخب الأولمبي في بطولة آسيا بسبب الجهل الإداري من قبل اتحاد الكرة العراقي. المصدر قال للشوط الثالث أن غونزالو لا يحق له الجلوس على دكة بدلاء الأولمبي في بطولة آسيا، ولا يحق له النزول إلى أرضية الملعب لإجراء تمارين الإحماء قبل كل مباراة، والسبب أن هذا الرجل مرتبط بعقد رسمي مع الاتحاد القطري لكرة القدم، والذي يلزمه هذا العقد بالعمل في دولة قطر دون غيرها من البلدان. وأشار المصدر أن رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود يحاول إقناع الجانب القطري باستثناء المدرب من تعرضه لعقوبات في حال جلوسه على دكة البدلاء مع العراق في بطولة آسيا. اتحاد القدم استعان بالمدرب الإسباني غونزالو بدلا من الدكتور ضياء جبار بنظام القطعة اليومية، حيث يتقاضى غونزالو مبلغ يومي قدر $600 إضافة إلى السكن والطعام وتذاكر السفر طيلة فترة تواجده سواء مع المنتخب الأولمبي أو على مع المنتخب الوطني. بصراحة هذا العمل هو جهل، جهل من قبل الاتحاد، ويتحمله كل أعضاء الاتحاد، لأنه بالمنطق أنتوا ضحيتوا بالدكتور ضياء جبار، الرجل اللي كان متواجد مع يحيى علوان عندما كان مدربا للأولمبي، والرجل كان مجتهد بعمله، والرجل معسكريا تدريبية متواجد، لكن مع تبديل يحيى علوان وإناطة المهمة بالكابتن عبد الغني شهد انشال ضياء جبار وفرضوا الاتحاد غونزالو الإسباني. طيب احنا مو ضد غونزالو لأن الرجل خلوق والرجل يحب العراق، ويمكن تواجده مع الفرق العراقية كان تواجد نموذجي، لكن بالمنطق يا أعضاء الاتحاد يلي تشتغلون ما أدري بها طريقة بصراحة. هذا الرجل عنده عقد رسمي مع الاتحاد القطري لكرة القدم، وبالتالي العقد ماله مصدق في الاتحاد الآسيوي ومصدق بالاتحاد الدولي، فلا يحق لأي مدرب موقع عقد مع دولة يقود دولة ثانية بدون عقد. ماكو شي منطق، ماكو شي شغل بالعالم. انتو جبتوه بالعلاقات، نعم اوكي مو مشكلة، لكن انتو تضحون به. منو اللي راح يعد الفريق في 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 مباراة المباراة في في, في الإحماء قبل المباراة؟ منو هو مهمته يعد الفريق يحمي الفريق؟ وانتو تعرفون كل زين انه الفريق العراقي او اي فريق قبل المباراة بنص ساعة الى 40 دقيقة يطلع يحمي بالطريقة اللي تهيئه ان يلعب مباراة. وبالتالي ما أدري بأي عقلية أنتم تفكرون يا أعضاء اتحاد الكرة. الآن تقنعون الجانب القطري، شو يسوي الجانب القطري؟ يكنسل عقده لو يخابر الاتحاد الآسيوي ويقولهم يابا من رخصتكم رح ننطي. هذا مو شغل، هذا مو شغل، هذا مو دوري، دوري محلي، وأنتم بكيفكم تخطون وتخربطون، جيبوا هذا خلوا ذاك مو مشكلة، لأن هذا شأن محلي. لكن مدرب موقع عقد مع اتحاد تابع للاتحاد الآسيوي والدولي، تجيبوا انتو وتخلوا. وهذه القضية بالمناسبة راح تتكرر حتى مع المنتخب الوطني، خلوها ببالكم. هذا الرجل بما انه عنده عقد مع الاتحاد القطري لا يحق له بالجلوس على دكة بدلاء المنتخب الوطني اللي راح يلعب مباراتين امام الفريق الفيتنامي وامام الفريق التايلندي، يعني نفس الشيء راح يتكرر، فاستعينوا بمدرب لياقة ثاني. فما اعرف يعني هو اساسا دكتور ضياء ليش تغير؟
بصراحة هذا الموضوع إحنا لازم نتحدث عنه، هذا الموضوع لازم نقول لكم يا اتحاد الكرة يلي تشتغلون من غير أسس علمية إدارية، شلون تديرون دفة الأمور؟ هذا مو شغل هذا يا عبد الخالق مسعود يا أعضاء الاتحاد، هذه قضية يعني إحتوا يمكن ما أريد أقول فلان وفلان، الاتحاد فيما مضى أخطأ بأمور سببت لنا الخسارات مع المنتخب الأولمبي أيام راضي شنيشيل ومع مباريات كثيرة ويغلطون بأرقام وزجوا لاعب عدة انذارين فهذه القضايا بصراحة يدفع ثمنها العراق المنتخبات الوطنية ويدفع ثمنها الجمهور العراقي وسمعة الكرة العراقية. فما أدري يعني بصراحة هذا الموضوع في غاية الأهمية، واتحاد الكرة مسؤول مسؤولية كاملة عن التخبطات وعن الجهل الإداري، ومن نقول لكم يا ناس اشتغلوا بعلمية ومهنية وحرفية تزعلون تقولون فلان ضدنا وفلان يستهدفنا. يا جماعة احنا ما عندنا مشكلة ويا شخوصكم، عسى ما تبقون 50 سنة بس اشتغلوا صح، شغلكم كله غلط شغلكم. وهسه راح نجي نقول لكم الغلط وين، هسه جايكم احنا شوية. اذا مشاهدينا الأحبة، أخيرا أسدل الستار على مباريات دوري الشباب بعد رحلة دامت 5 أشهر. هذا الدوري انتهى على بركة الله تعالى بفوز شباب النفط، اللي نوجه له التحية والتقدير إلى الكادر التدريبي وإلى اللاعبين وإلى الإدارة على هذه النجوم الواعدة اللي قدمت عرض كبير في المباراة الختامية أمام فريق الزوراء، واللي انتهت بفوز شباب النفط 4-1. هذه المباراة بصراحة كانت مباراة رائعة بالنسبة لفريق النفط اللي قدم أداء استحق الثناء والتقدير عليه، وقدم أيضا أداء مميزا وفرض سيطرته على المباراة، وأنهى الشوط الأول بتقدم ثنائية نظيفة عن طريق حسين علي وعمر وهاب. الشوط الثاني النفطيون بكروا بإضافة الهدف الثالث عن طريق سجاد حسين لتتلاشى آمال الزوراء تدريجيا، لا سيما بعد أن عاد سجاد حسين لزيارة شباك الزوراء وتسجيل هدف رابع. الزوراء قبل نهاية المباراة بقليل سجل هدفا شرفيا بواسطة اللاعب حيدر حسين لتنتهي المباراة برباعية للنفط. شهدت المباراة حضورا جماهيريا محبا للفريقين، فضلا عن حضور العديد من نجوم الكرة السابقين والمدربين، ليحصل النفط على لقب البطولة والزوراء ثانيا، بينما جاء القوة الجوية بالمركز الثالث. مسابقة الفئات العمرية غاب التنظيم عنها لسنوات طويلة، فيما نظم الاتحاد بطولات على شكل مجاميع انتابتها انتقادات عديدة. احنا راح نشوفكم الصور مشاهدين الأحبة اللي تشاهدوها أمامكم. المباراة المفروض تكون رسمية، هذه المباراة بالمعايير العامة مو رسمية، لأنه بصراحة غاب التنظيم عن هذه المباراة. نشوف أنه اللاعبين وتقديم الهدايا، هذا النجم الكبير علي كاظم يوزع الكؤوس، تحية لهذا النجم الكبير، وأيضا إلى النجوم الأساتذة اللي موجودين على المنصة. لكن بصراحة دوري الشباب ونجوم الغد ما يستحقون أنه نسوي لهم احتفالية، نسوي لهم برنامج احتفالي لختام مباريات الدوري، نسويها في ملعب وبالتالي المباراة تنقل، وبالتالي التوزيع يصير، توزيع الهدايا يصير بشكل منظم، حتى على الأقل نوصل رسالة للعالم، ترى إحنا عندنا قاعدة، ترى إحنا عندنا نجوم، ترى إحنا مجتهدين بالتنظيم، ترى إحنا وإحنا. أما هذه الصورة العشوائية وهاي الهوسة، بصراحة أنتم لجنة المسابقات واتحاد الكرة تتحملون هذه المسؤولية. واحد يدفع، واحد يعيط، هوسة صايرة بالملعب، ناس طابة وناس طالعة. ليش احنا يغيب عنا التنظيم؟ ترى اكو دول مو احسن من عندنا، مع اعتزازنا بكل الدول الشقيقة والصديقة، مو عيب اذا الان تراجعنا نتعلم من عندهم، مو عيب اذا تعلمنا التنظيم، لكن العيب نستمر بالخربطة. مو عيب انه احنا المفروض نروج، خلنا نتعلم من الأشقاء المصريين، خلنا نتعلم من أشقاء شلون يروجون عن بضاعتهم، وشلون يحتضنون المباراة، وشلون يسوون. هذا يسموه ماركتينج،
تسويق، فإحنا ما نعرف نسوق، ما نعرف، عشوائية وهوسة. دوري صار لسنة ونص والناس تريد تفرح. قبل كان أمنية اللاعب الشاب يلعب بملعب الشعب، وبما أنه ملعب الشعب غير جاهز أستعين بملعب آخر وأسوي له حفل وأخلي منصة وأسوي فد كرنفال. ليش ملتهين؟ ملتهين بس بالسفر، ملتهين شلون واحدكم الآن يتوسط حتى يجلب رئيس يصير النادية. هاي اللي مكلبين بيها، والله أنا يحكي من حرقة قلبي. وكثيرين من 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 كانوا حاضرين البارحة ما كانوا راضين على الأسلوب التنظيمي، حفل تنظيمي لختام دوري دام سنة ونص بهذه الطريقة. متلوقنا، والله متلوقنا يا جماعة. نريد ناس تشتغل للعراق، تشتغل بفن، تشتغل بعلم، تشتغل بفنون، فنون ما عدنا ما عدنا ما عدنا. بس المهم اسقاط فرض، سوينا بطولة، نجحنا، ما اعرف ايش. بعدين اكو قضية اخرى، راح نستمع الان الى عدد كبير وخصوصا فريق الزوراء اللي عانى ما عانى. ماكو فريق بست ايام يلعب ثلاث لعبات وثلاث لعبات قوية وعنده فاينل. لعبتوه لفريق الزوراء مع الجوية ورجع لعب ويا الشرطة ورجع لعب ختام الدوري مع النفط. شنو يعني؟ ماكو يعني لاعب مفروض على الأقل ثلاث أيام يرتاح. فبصراحة صح أن تريدوا تخلصون الدوري لكن مو بهاي الطريقة. عموما نتابع هذا التقرير اللي عدى زميلنا زيد السراج بعدسة الشوط الثالث واللي كان حاضر في تغطية نهائي دوري الشباب بين النفط والزوراء. نتابع. مباراة نهائية جميلة أقيمت على أديم ملعب الشعب الثاني ما بين شباب الزوراء أبطال النسخة السابقة والنفط، الذي أشعل فتيل المباراة بعدما تمكن من تسجيل الهدف الأول ومن ثم الثاني والذي انتهت عليه أحداث الفترة الأولى. أداء الفريق الأخضر بدأ يتصاعد شيئا فشيئا حتى استطاع تعزيز تقدمه بهدف ثالث، ولم يتأخر كثيرا التوقيع على الهدف الرابع، فيما ظهر الأبيض خجولا لا يقدر على مجاراة منافسه بالأداء ولا حتى بالأهداف، وبدا التذمر واضحا على جمهوره الذي لم يرضيه بل على العكس تماما، أخذ يصفق للفريق النفطي بعدما قدمه من أداء لافت يستحق الإشادة على الرغم من تسجيل الزوراء لهدف الشرف. أصحاب المركز الأول أكدوا أن ما حققوه لم يأتي من فراغ بل جاء بجهد الإدارة والملاك الفني، فيما رمى الزوراء الكرة بملعب الاتحاد مع تباعد فترات استئناف البطولة، أمر لم ينكره الأعضاء أبدا، لكنهم أكدوا أن غياب الملاعب كان وراء ذلك مع وعود بالاهتمام بالفئات العمرية أكثر وتنظيم بطولات تضم جميع الفئات، لكن المحصلة النهائية كشفت عن أمور إيجابية عديدة ومواهب كروية متميزة سيكون لها شأن كبير إذا ما أخذت فرصتها الحقيقية. وفي نهائي دوري الشباب النفط يحقق فوزا عريضا على الزوراء ويتوج بلقب المسابقة، بطولة جديدة تؤكد أن الفئات العمرية لا زالت بخير. ملعب الشعب ببغداد للشوط الثالث، زيد السراج. إذن مبروك لفريق شباب النفط ومبروك للمدرب الخلوق الكابتن ناصر حسين نجم المنتخب السابق اللي قاد فريق شباب النفط إلى هذا الإنجاز، واللي يسعدنا أن يكون معنا في اتصال هاتفي من العاصمة الحبيبة بغداد. كابتن ناصر مرحبا بك في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. مرحبا بك كابتن محمد، تحياتي لك. ألف مبروك كابتن. ولجميع المشاهدين ألف مبروك الفوز. أشكرك. وبصراحة فريق رائع وكبير وخلوق، وبصراحة كشف عن مواهب كبيرة ورائعة. نجدد لك التبريك بهذا الفوز الكبير وإلى مزيد من الإبداع. نتحدث عن خطفك للقب
دوري الشباب يمكن للمرة الأولى بتاريخ نادي النفط. نعم، شكرا جزيلا كابتن محمد. بالحقيقة يعني شوف هذا العمل عمل يعني لمدة سنة، يعني بدينا بإعداد الفريق لمدة سنة، وهذا نتائج لدعم النادي بالحقيقة، دعم الهيئة الإدارية للنادي وتوفير كافة المستلزمات، لأن مما يعني مكننا أن نسوي فريق هو مجموعة من مواهب كرة قدم بالحقيقة. وكابتن محمد لو شفت أنه لولا الانقطاع، يعني استمر الدوري حتى النهاية، لا كان نشوف أفضل من هاي الأداء. الحمد لله والشكر أنه أدينا مباراة جيدة، متعت الناس، هذا اللي حضرت متعت الناس اللي شافت هاي وكانت تتابع هاي الفريق، والحمد لله والشكر على هاي النتائج. نعم كابتن ناصر، الآن رأيك بمستوى الشباب اللي الآن دوري الشباب الأندية احتضنت هذه العناصر، لأنه الكل يعول على دوري الشباب، فياريت نتحدث عن اللاعبين اللي لفتوا انتباهك من بقية الأندية، لا سيما أنه حضرتك يمكن قدت فريق النفط للعب مع كثير من الأندية. نعم صحيح، بالحقيقة احنا هناك فرق مميزة من الشرطة جوية زوراء، يعني بالحقيقة هم دولة إذا تابعنا دولة هي مجموعة من مواهب كرة قدم. يعني احنا لو استمر الاتحاد رعى هاي المواهب بصراحة وبنى وأسس إلى دوري كرة قدم للشباب لهاي الفئة، يعني راح نرفد كافة المنتخبات ونعيد صراحة نعيد هاي الأجيال اللي مضت. فالاهتمام بدور الشباب هو جزء من بناء الفرق للمنتخبات الوطنية صراحة. احنا نتمنى من الاتحاد ان هذا الدور القادم ان شاء الله يهتم به اكثر من هاي الادوار الدور المضاد. للأسف الشديد كثيرين ونحن منهم لم نرضى على التنظيم الذي لم يليق بنهائي دوري الشباب. بصراحة ما كان أكو حفل تكريمي، ما كان أكو كرنفال لختام أهم دوري من بعد دوري النخبة هو الدوري الشباب. فما أدري رأيك شنو بالتنظيم اللي صار والفوضى اللي شهدتها يعني بعد مباراتكم. بالحقيقة إحنا خلينا نحكي على التنظيم. التنظيم هو شفت يعني أنت يعني مباراة الأدوار إحنا لعبنا دورين أول وثاني انتهت وترشحت الفرق. هاي الفرق تعرف ايش قد توقف الدوري 3 أشهر إلى 4 أشهر، يلا بدت الادوار النهائيه، ما له اي مبرر هذا الانقطاع. نعم يعني لو استمر الدوري هو استمرار الدوري واقامه مباراه شبه نهائي والنهائي يعني بالذات النهائي لازم يكون مثل ما تفضل استاذ محمد انه يكون يليق بهاي المرحله النهائيه. نعم يعني احنا حتى نكون منصفين، حذر الكثير من الـ الناس المؤثرة اللي بالرياضة وجمهور كان حاضر، بس الملعب أعتقد ما كان مناسب للمباراة النهائية. نعم كان نعم هناك ملاعب يمكن نقدر مثلا ملعب نادي النفط، ملعب نادي الكرخ، ملعب الصناعة، هناك ملاعب كثيرة. نعم يمكن أنه إقامة هذه المباراة وكان حتى المستوى المباراة يكون أعلى من هذا المستوى إن شاء الله. نعم كابتن ناصر، هذا قرار الاتحاد. أكيد نحترم قرار الاتحاد اللي ما ندري وين راح يودينا. كابتن ناصر بصراحة أكرر تهنئتي لحضرتك لهذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى مدرب شق طريقه بنجاح ووصل إلى الأكاديمية بتفوق وحصل على الشهادة العليا بتفوق والآن يقود فريق النفط بكل تفوق. أتمنى لناصر حسين أن يكون مدربا مستمرا بالعطاء بالنجاح، وأيضا أن يستمر تألقك كابتن ناصر. شكرا جزيلا، شكرا كابتن محمد، أشكرك وأشكر الشرقية. الله يحفظك. شكرا جزيلا كابتن محمد. شكرا كابتن ناصر، شكرا. إذا ناصر حسين المدرب الرائع بصراحة، هذا النجم اللي تعب على نفسه فعلا وحقق هذا الإنجاز وقاد فريق شباب النفط لأول إنجاز يمكن في حياة نادي النفط أن يحصل على لقب دوري بالنسبة لفئة الشباب. وأكيد نوجه التحية الكابتن كاظم سلطان
وأيضا إلى مشتاق اللاعب الدولي السابق اللي هو مشرف كرة النفط، وإلى كل الكادر التدريبي العامل لفريق شباب النفط. ما أدري شباب التصريحات اللي بعد المباراة جاهزة؟ إذن إحنا عندنا تصريحات لما بعد المباراة أدلى بها الكثيرين من الحاضرين لهذه المباراة. رح نذهب إلى قضية ونعود للتصريحات عندما تجهز قضية. إذن جهزنا التصريحات، نشوف إيش قالوا ونرجع نكمل. احنا نقول مبروك لاداره النفط، مبروك للنادي كله، مبروك للوزاره. الحمد لله تفكير الاداره وتفكير المدربين، تفكير هيئه اداريه كلها صار هالسنه فريق الشباب. يعني احنا فئات العمر معروفين نادي النفط، كل سنه عندنا فئات العمر هم دائما المراكز الاولى، وهذا دليل بان احنا اخذنا دور الشباب وحتى دور الناشئين احنا ثاني على الدوري. الحمد لله هذا تخطيط، هذا ما اجى سهل من خلال تخطيط الاداره. نقول مبروك لهذا الشباب، مبروك هاي اللاعبين. احنا عندنا 9 لاعبين الفريق الاول، مبروك الكابتن ناصر حسين مدرب المجتهد، يعني يستاهلون هذا الفريق. الحمد لله الفريق اليوم قدم فشي للكره العراقيه. انا اقول اللاعبين يحسن مستقبل الكره العراقيه. احنا دور كل زين، احنا عانينا من اكثر من مباراه، يعني خاصه مظلومين من ناحيه الاعلام. يعني شفتوا الفريق افضل فريق يعني بفئات عمريه شباب النفط، وان شاء الله القادم افضل. بصراحه البطوله هي مو مستوى الطموح، يعني احنا مو كنا ما نطمح لها البطوله. احنا كنا نتمنى ترجع البطوله مثل ما كانت ايام سابقا، يعني انه الفريق الشباب يلعب امام الفريق الاول، اهتمام بمواعيد، مواعيد مضبوطه، مواعيد مدروسه، مواعيد ضمن تخطيط. بصراحه يعني احنا لعبنا بدايه الدوري بالشهر الرابع، واليوم احنا بالشهر الواحد، بدايه يعني الرابع من السنه الفائته الماضيه، واحنا هسه بالشهر الواحد من السنه الجديده. بصراحه يعني احنا لعبونا خلال 8 أيام 3 مباريات على مستوى عالي مع الشرطه، مع الجويه، ولعبنا مع النفط اليوم المباراه. هو البطولات قائمه بكل محافظات العراق، لكن الظروف اللي في بغداد والملاعب، عدم تواجد ملاعب. لكن تعرف احنا نظمنا دوري الناشئين قبل فتره، حصل عليه الفريق الاول بطوله الناشئين، واليوم نادي النفط حصل على بطوله الشباب. الدوري قائم بكل محافظات العراق، ان شاء الله علينا بس الفرق تساعد، يعني على مود الملاعب تعرف الملاعب ما تواجده، راح يكون دور منظم حتى للأشبال والناشئين والشباب، حتى راح نسوي إذا أكو تواجد الملاعب حتى البراعم في سبيل نطف إسحاق أكثر للاعبين. عندنا مواهب كثيرة بالعراق، علينا نقدم مواهب جديدة للمنتخبات الوطنية. مبروك النادي النفط وهارد لك إنه إن شاء الله القادم أفضل. والله كان دوري جميل وتحكيم واتحاد ومراقبة، والحمد لله وشكر على كل حال، ومتابعة وكلش حلو، شيء جميل من يعني المتابعين والها، وإن شاء الله القادم أفضل. مبروك لكم يا شباب، يا حلوين، يا عماد مستقبل الوطن الغالي. اتحاد الكرة اعتنوا بالناشئين والشباب، اعتنوا بهذه الشريحة لأن هم ذول الأساس. وصدقوني شوفوا السنوات في عقد السبعينات والثمانينات، ايش قد عندنا كان أندية، وايش قد عندنا كان دوريات، ومن خلالها كان عندنا أكثر من منتخب. ليش هسه احنا ما تفكرون انه احنا مشاركه لمنتخب نوقف دوري؟ وعلى قولة الدكتور حارس محمد النجم الكبير يقول ما معقول 11 لاعب يوقف 480 لاعب عن اللعب بسبب مشاركه 11 لاعب، نوقف 480 لاعب. فبصراحه يجب ان نعتني بهذه القضيه. فنتمنى ان تشتغلون بالصوره الصحيحه. نعم ملاعب ماكو، لكن اشتغلوا بالموجود، لا توقفون الدوري، لا توقفون، خلوا عمليه ديمومه الكره موجوده حتى اللاعب يقدر يستمر، يقدر. ما يصير دوري الشباب سنه وخمس الى ست اشهر، ماكو دوري بالعالم هيك. عموما مشاهدينا الاحباء، نذهب الى قضيه مهمه جدا. لجأ ابطال اتحاد الكونغ فو الى الشوط الثالث ليتحدثوا عن شبهات فساد مالي وإداري يقوم به رئيس الاتحاد حسب قولهم، بالتعاون مع أحد المسؤولين في اللجنة الأولمبية اللي اتهموه، اللي راح نسمع ما تحدثوا به مدرب المنتخب ولاعبي المنتخب وأيضا عدد من نجوم اللعبة عن ما يدور في هذا الاتحاد. نوعدكم أننا رح نفتح هذا الملف قريبا لنتعرف عن ما يدور، لأنه إحنا مثل ما تعرفون مستمرين في حملة القضاء على الفساد الرياضي والمفسدين اللي نخروا جسد الرياضة.
فراح نسمع ما تفضلوا به لعدسة الشوط الثالث أبطال هذه اللعبة اللي حققوا إنجاز على مستوى العالم، لكن للأسف الشديد نشوف أكو مشاكل مالية وفساد ينخر نتائج هذا الاتحاد. تعالوا لنتابع. اتحادنا وجود فساد اداري بي مالي، قدمنا اكثر من طلب واكثر من محكمه واكثر من مكان حكومي لتغيير واقع الوشو الذي ادى الى وصول الى فساد اداري ومالي وكثره المشاكل بي. اكثر المشاكل بغالبيتها هي اداريه بحته، لان تسلط رئيس الاتحاد على القرار ادى الى تراجع اللعبه في اكثر من وقت. كنا نعاني ونطالب باصلاحات اداريه ومحاضر اجتماعات، حاولنا نجتمع ويا نوصل الى نتيجه، ما قدرنا نوصل الى اي نتيجه، واكثر من شكوى ادت الى ضعف الواقع الرياضي في الاتحاد. مشاكلنا بالاتحاد الوشو كونفو مشاكل فساد اداري ومالي يرتكب رئيس الاتحاد حسين عوده درويش، وانا كمدرب عند اللاعبين احرزوا بطوله العراق 2009 وعدة بطولات، فتعرف من حق المدرب الاداري بحق اللاعبين الفائزين، فلهذا الامور وهاي المطالب هو بعدنا عن اللعبه. بنفس الوقت عندنا بعض المدربين والاصدقاء حاليا موجودين هسه وياي، عندهم لاعبين احرزوا ابطال عالم ابطال اسيا، يعني على مستوى ابطال يعني عالم ابطال اسيا، ولحد الان ما حصلوا اي حقوق منه. والله احنا مطالبنا قدمناها للاولمبيه وكانت واضحه بخصوص افاداتنا ورواتبنا. احنا كل معسكر نعسكر وكل بطوله نروحها افادنا ما ناخذه، ولقينا انه كاتب ماخذين احنا مبالغ احنا ما مستلمينها نهائيا، يعني منطينا مثلا مبلغ 100 دولار لقينا 350 دولار، وعندنا شكاوي حول الامور الفنيه والاداريه واضحه وقدمناها بصوره مفصله للاولمبيه ولكل دائره تعنى بالشان الرياضي، ومنتظرين ان شاء الله بالقادم القريب من الايام قرار يصدر من اللجنه اللي كلفوها بحل مشكله اتحاد الوشو. خلال قناتكم مناشد وزير الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه كابتن رعد، احنا لاعبين المنتخب طبعا منظوميتنا يعني صار فتره طويله كلش مقدمين شكوى، صار اكثر من 4 أشهر ماكو اي قرار فساد اداري بالاتحاد الوشو. فساد يعني فساد اداري ومالي، لاعب منتخب يعني اذا نسافر لاكو تجهيزات، افادات ماكو، رواتب ماكو، يعني رواتب لاعب منتخب انا بطل عرب واسي راتبه 75 لو 150 الف يعني طين بالشهر، لا يخليني العب النادي، يعني تجهيزات من اسافر ماكو اي تجهيزات، وهسه من قدمنا يعني شكوى بالاولمبي يعني ام كابتن شو اسمه رعد حمودي، يعني بالقانونيه كلش مساعد ويا حسين عوده، هسه على اللجنه مسؤولين يعني شو اسمه نعيم البدري ابو القانونيه، والمحققين ثلاث هو ليث وعبد السلام وحسن، يعني مساعدين وياك اللي صار 3 أشهر يعني ما ماخذين اي قرار برئيس الاتحاد، وهم يقولون اكو خروقات واكو فساد اداري ورواتبنا ماخذينها، يعني ما سووا شيء لحد الان. شكرا لكل المتحدثين، حق الرد مكفول لحسين عوده درويش رئيس الاتحاد الوشو كونفو، ونقول لكم خلوا الله بين عيونكم واتقوا الله في رياضي العراق وذول الابطال. اتقوا الله وكافي فساد. كافي، هذا الملف ما راح نسكت، راح نفتحه في حلقاتنا تباعا. أخيرا مشاهدين الأحبة، واستجابة لما طرح في الشوط الثالث في حلقة سابقة عن المسؤولين العراقيين استخدموا ملعب كربلاء كمهبط للطائرات، وتناولنا هذه القضية في برنامج الشوط الثالث. مكتب رئيس الوزراء أصدر كتاب يوم أمس بمنع جميع الطائرات من المهبط في ملعب كربلاء، وهذا الكتاب الصادر من مكتب رئيس الوزراء واللي نعرضه لحضراتكم، اللي يمنع به مهبط طائرات الهليكوبتر. وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بمنع هبوط الطائرات الهليكوبتر في نادي كربلاء لما يسببه من ضرر عليه، مع التقدير زيد محمد باقر مدير مكتب رئيس الوزراء.
أكيد شكرا للاستجابة، وفعلا ملعب مو مهبط للطائرات، فنادي كربلاء تضرر وجزاهم الله ألف خير، سمعونا ونفذون هذا المطلب، وأكيد أكيد عشمنا كبير بكل الخيرين الذين يسعون لخدمة العراق والعراقيين. مشاهدين الأحبة، كنا نتمنى أن نبقى فترة أطول معكم لنتجول ونتعرف على أخبار وقضايا رياضية، دائما حرصنا أن نضعها أمامكم أولا بأول. سنستمر بفضح الفاسدين والركض وراء كل مفسدي الرياضة عبر منبر الشوط الثالث والشرقية نيوز. أحلى تحية من كل زملائي العاملين في القسم الرياضي في استوديو البث في الكنترول، وجميع مراسلينا في كافة المحافظات، ومن زميلي مخرج البرنامج، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. إلى حلقة جديدة أقول لكم في ملأ.